مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا في محل راح ندخل عليه، محل صابون، بس هذا المحل غريب جدا في نص شارع تفرسكايا. اعطيكم العنوان اذا حابين تيجوا عليه، رائع جدا. تفرجوا معاي شو فيه يا جماعه. يا عيني، طلعوا 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 الصابون، طلعوا الشغلات الحلوة بالليمون وبالشوكولاتة وبالروز وبالهذا، أشياء يعني غريبة. نروح بسرعة هيك. شوفوا 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 هون، شوفوا الشغلات الحلوة اللي موجودة. كل هاي الريحة، الريحة أنتم مش شامين الريحة يا جماعة. لو بتشموا الريحة بتشوفوا شو اللي بحكي عنه. اشي روعة روعة. طلعوا كيف عاملينهم. طبعا هون شغلات لتنظيف الايدين. هلا حنغسل ايدينا. تشوفوا شو 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 شو. هذا حكونا عنه معجون اسنان. لا يس، معجون اسنان. هذا معجون اسنان تحطه في تمك وبصير معجون اسنان. هذا عشان مضمض تمك وبتقدر تفه. طبعا عندهم شغلات عشان الهالوين، الوان مش طبيعية. هاي عطور، روائح جدا رائعة. هاي هدايا مرة تانية، هدايا هذه عاملينها زي البسكوت. شغلات كتير كتير حلوة. هاي حنة، فكرة رائعة يعني. المحل اشي خيالي. طلعوا هون، طلعوا كل هاي انواع صابون، كل واحدة بريحة وكل واحدة بشكل وكل واحدة بنوع، يعني مش طبيعي المناظر يا جماعة. القوالب اللي عاملين فيها هذا زي هذا بالفحم، وطبعا هذا مش فحم، فحم صابون يا جماعه، بس شكله زي الفحم. بدا من 1989، اختراع رائع. اسمه لاش ليفربول، هو بريطاني الاصل. هاي الشغلات اللي ممكن تسويها هون. طلع 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 المناظر يا جماعه، فنانين. طلع شيء مش طبيعي يعني، كل واحدة بدك تقعد جنبها تتصور. هدول البومبي، هدول البومبز، هدول بتحطوهم بالبانو. اوه شوف 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 البومبي شو صوت. وين الروعة؟ اوه بدا واو. شوف اللون هنا. الريحة يا عيني، واو. هاي بومبات كمان من نوع ثانية. كل واحدة بتعطي لون، حتى جواها حاطين شغلات زي ما شايفين. ريحة رائعة. طلع المنظر، طلع يا جماعة. لازم اذا جيتوا على موسكو على تفرسكايا تيجوا على هذا المحل اللي بتتفضلوا منه. اسعار رائعه، الله رائع. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعملوا شير مع